صباح الخير دياكسن، وصباحنا اليوم غير ونظام غير وشكل غير مع شراب ليمونزي الجديد اللي وصلنا من شركة دياكسن وصلنا الكويت. بجربه اليوم وإن شاء الله أكيد بيعجبنا. ما شاء الله أنا ضقته شوية، فتحت الجيس وضقته، ما شاء الله تبارك الله طعمه وايد حلو. شاي مع ليمون مع الجانو درمة، فطر الجانو درمة اللي يطرد السموم ويزيد مناعة الجسم، يعطي نشاط للجسم ويحسن الصحة بشكل عام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا حطيت لي نص كيس بهذا المغلف، من المغلف هذا المج. بسم الله، خلينا بس نحركه شوية، تحريك خفيف عشان نخلط المادة مالته. ونقول بسم الله، واللي جربه يقول لنا رأيه فيه. الليمونزي هذا العصير الحلو من شركة دي اكس ان الماليزية العالمية.